مرحبا بكم من جديد في برنامج ثنايا الخبر. تحدثنا في المحور الأول عن الانفجار الذي استهدف دورية مشتركة بين الجيش الوطني السوري والجيش التركي، وفي المحور الثاني نناقش تدهور الأوضاع الأمنية في حماة وهجوم شبيحة على مديرية ناحية سلحب وقتل مديرها. لكن قبل ذلك نتابع أبرز التطورات لهذا اليوم. طيران مجهول الهوية يشن عدة غارات جوية مستهدفا مطار الحمدان الواقع غربي مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والذي تتخذه ميليشيا الحرس الثوري الإيراني قاعدة لها بحسب شبكة فرات بوست. انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور رتل عسكري للجيش التركي على طريق قرية البلدق غرب مدينة جرابلس شرقي حلب، والناطق باسم الجيش الوطني السوري يقول إن التفجير لم يسفر عن خسائر. معهد دراسات الحرب ينشر تقريرا يتحدث فيه عن هشاشة قوات نظام الأسد ودور موسكو وطهران في تقويته، مشيرا لخيبة أمل روسيا بسبب ضعف نظام الأسد. مقتل العنصر في أمن النظام إبراهيم الحسين جراء تبادل إطلاق نار مع مجموعة مسلحة على حاجز لقوات النظام بقرية أم الزيتون بريف السويداء الشمالي. عضو في وفد النظام باللجنة الدستورية يقول إن موعد الجولة المقبلة من اجتماعات جنيف ستكون خلال عام 2020 بعد فشل الجولة السابقة قبل نحو أسبوع. قناة روسيا اليوم تقول إن قافلة ضخمة للشرطة العسكرية الروسية تضم مصفحات وشاحنات وصلت مطار القامشلي الدولي شمال شرق سوريا قادمة من بلدة عين عيسى. مرحبا بكم من جديد إلى المحور الثاني من برنامج ثنايا الخبر. نناقش تدهور الأوضاع الأمنية في حماة وهجوم الشبيحة على مديرية ناحية سلحب وأيضا قتل مديرها. تشهد مناطق بريف حماة الغربي توترا واشتباكات بين قوات النظام وميليشيات محلية، وذلك بعد مقتل ضابط من قوات النظام على يد مجموعات وصفها إعلام النظام بالخارجة عن القانون. نتابع التقرير التالي. فوضى أمنية في مناطق سيطرة النظام، تسلط للميليشيات المحلية وانتشار كبير للسلاح، مشاهد ربما أصبحت مألوفة في مناطق النظام عموما وبريف حماة الغربي خصوصا. هنا في مدينة سلحب توتر أمني يسود المنطقة منذ 3 أيام. اشتباكات اندلعت بين قوات النظام من جهة ومسلحين محليين من جهة أخرى، وذلك خلال عملية أمنية لقوات النظام ضد من وصفتهم بالخارجين عن القانون. شبكة أخبار مصياف الموالية قالت إن رئيس فرع الأمن الجنائي في حماة العقيد أكرم نافية أصيب أثناء عملية مداهمة في سلحب، والتي أسفرت عن مقتل الشرطي خليل علي سعيد وإصابة آخرين من شرطة النظام. وبحسب أخبار مصياف فإن من وصفتهم بالمجرمين استخدموا جميع أنواع الأسلحة من قواذف وقنابل، مشيرة إلى مقتل 7 مسلحين واستسلام عدد من المطلوبين خلال العملية الأمنية. الحملة الأمنية هذه جاءت ردا على اغتيال الميليشيات المسلحة قبل يومين مدير ناحية سلحب مهند علي والسوف، وذلك بهجوم على مبنى الناحية بالرصاص الحي. هذه الميليشيات ليس لقوات النظام أي سلطة عليها، وعددها بات كبيرا بحسب مراسل حلب اليوم. وفقا لمراسلنا فإن قوات النظام كانت تغض الطرف عن هذه الميليشيات، والتي تعمل في مجال الخطف وابتزاز الأهالي، حيث أضحت وسيلة ترهيب للمدنيين في منطقة تعرف بولائها لنظام الأسد. وأرحب بضيوفنا لحلقة هذا اليوم، حذيفة السعيد مراسل حلب اليوم من حماة، ويبقى أيضا معنا المحلل السياسي من لندن حمد الطلاع، وحسام نجار الكاتب الصحفي من بولندا. أهلا بكم. يعني لو بدأت معك حذيفة، حدثنا عن هذا الهجوم الذي أودى بحياة مدير ناحية سلحب. نعم، حقيقة هجمت مجموعة مسلحة على مبنى ناحية
بلدة سلحب بريف حماة الغربة. هذا الهجوم أسفر عن اغتيال مدير الناحية. تجددت الاشتباكات في اليوم التالي وهو يوم أمس بين الأمن الجنائي التابع للنظام وبين هذه المجموعات، أسفرت عن مقتل عنصر في شرطة النظام، بالإضافة إلى جرح رئيس الأمن الجنائي في حماة. توتر أمني شهدته بلدة سلحب خلال اليومين الماضيين، ولكن اليوم ليس هناك أي اشتباكات أو توتر أمنيا في البلدة. نعم أستاذ حمد، يعني الشبيحة كانوا عناصر استغلهم النظام، فإلى أي مدى يمكن ضبط هؤلاء العناصر؟ يعني الحقيقة عندما يعلن أي نظام من الأنظمة الحرب على شعبه، وبالتالي هذا النظام سيجد نفسه مضطرا لأن يطلب الحماية من أطراف خارجية، وهذا ما حدث لنظام بشار الأسد الغير منتمي أصلا لا لسوريا ولا لأهلها. أعلن الحرب على الشعب السوري، اضطر لاستجلاب إيران وميليشياتها، اضطر لاستجلاب روسيا، اضطر لاستجلاب تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، وبالتالي هذه القوى الخارجية التي تدخلت في سوريا قامت وبدأت بتجنيد يعني حثالات من المجتمع السوري، من يعني أصحاب السوابق يعني من بالعمليات الإجرامية وبعمليات القتل والسرقة والنهب، وشكلتها على شكل يعني فرق عسكرية لا تتبع للإطار التنظيمي لنظام بشار الأسد ودولته المزعومة. وبالتالي هذه التنظيمات التي شكلت من قبل أطراف خارجية أصلا هي أتت يفترض أنها دفاعا عن نظام الأسد، هذه التي شكلت أصبحت تتصرف خارج إطار التوجيهات من قبل نظام بشار الأسد، هي الآن تتبع لأطراف خارجية تديرها، وبالتالي يعني هذا أمر طبيعي وتحصيل حاصل أن تقوم هذه الميليشيات التي شكلت من أطراف خارجية بتحقيق أغراضها وأهدافها بشتى الوسائل، حتى لو اضطرت إلى مهاجمة قطعات ما يسمى رئيسها وزعيمها. أستاذ حسام، يعني هل تعتقد أن لدى أجهزة النظام اليوم يعني القدرة الأمنية على ضبط المشهد في هذه المناطق؟ أستاذ حسام هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع السيد حسام. يعني سأعيد سؤال إليك أستاذ حمد، يعني هل ترى أن النظام اليوم قادر على ضبط المشهد في هذه المناطق؟ يعني حتى نكون منطقيين وواقعيين، نظام بشار الأسد فاقد للسيادة أصلا وفاقد للقرار في ملفات أكبر من هذه الملفات حقيقة وأهم، يعني هو أصلا فاقد للقرار في ملفات السياسة الخارجية، فاقد للقرار في ملفات يعني حتى في الملف الاقتصادي في سوريا، وبالتالي عملية سيطرته على هذه التنظيمات هي كتحصيل حاصل لن تكون موجودة، بل أصل لأن هذه التنظيمات تتلقى تمويلها وتتلقى تدريبها من قبل الأطراف الخارجية التي تهيمن على الساحة السورية والتي استجلبها نظام بشار الأسد وتحديدا روسيا. يعني هذه التنظيمات بالدرجة الأولى هي تتبع لروسيا حقيقة في هذه المنطقة، وليس فقط لإيران، يعني إلى حد ما هناك تناغم بين نظام بشار الأسد وتنسيق أمني بين بشار الأسد وإيران، لكن الروس يتصرفون باستقلالية تامة وبتجاهل تام لنظام بشار الأسد، إذا لا نستطيع أن نتحدث عن سيطرة نظام بشار الأسد على هذه الميليشيات. نعم أستاذ حسام، هل تعتقد أن ما جرى هو عبارة عن تصفية خلافات داخلية؟ يعني هناك من يقول أن كل هذه الميليشيات تدار يعني من قبل ضباط أو كبار الضباط. يبدو أن الاتصال انقطع من المصدر مع الأستاذ حسام، سنحاول إعادة الاتصال به لاحقا. وسأعود إليك أستاذ حمد، يعني هل تعتقد أن ما جرى هو عبارة ممكن عن تصفية خلافات داخلية؟ جرى الحديث بأن هذه الميليشيات تدار من قبل يعني كبار الضباط اليوم. يعني كلنا نعلم أن المسار الذي قادته روسيا ما يسمى الحل السياسي، مسار أستانا ومسار سوتشي، هو يمهد لمرحلة مستقبلية
تريد روسيا من خلال هذه المرحلة خلق حالة من يعني النظام الإداري لسوريا وقيادة لسوريا تكون منسجمة تماما مع الأهداف الروسية، وبالتالي يعني هذه العمليات قد يدخل في محورها عملية التصفيات ما بين الضباط المحسوبين على روسيا وما بين الضباط المحسوبين على إيران ونظام بشار الأسد. نظام بشار الأسد حقيقة هو أقرب للإيرانيين منه إلى الروس، لأنه هو بالأصل نظام طائفي حقيقة يعني. وبالتالي هذه العمليات يعني ستستمر إلى أن يصل الروس إلى تهيئة وجوه جديدة من الصف الثاني والصف الثالث حقيقة في سوريا، تمهيدا لما تقوم به من إنتاج عملية سياسية مشوهة في سوريا. سنتابع في هذا النقاش وفي هذا المحور أيضا، لكن بعد الفاصل، ما هي أسباب ارتفاع معدل الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في حماة؟ الله الله شباب، ليه حاطين الكرسي عكس السيستم؟ هلا صار على السيستم. إذا كنت متابع للقوانين والقرارات والأخبار الجديدة في تركيا فأنت ماشي صح على السيستم. كل القرارات والأخبار والخدمات اللي بتهمكم في تركيا رح خبركم فيها أول بالأول. تابعوني في برنامج سيستم على قناة حلب اليوم الفضائية وعلى منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. نرحب بكم مجددا في برنامج ثنايا الخبر، ونناقش تدهور الأوضاع الأمنية في حماة وهجوم شبيحة على مديرية ناحية سلحب وأيضا قتل مديرها. تعاني حماة وريفها من انفلات أمني مع تكرار حوادث الخطف، السرقة وأيضا الابتزاز. المزيد في المادة التالية. برثال آلاء، في ظل الفلتان الأمني الذي تعيشه مدينة حماة وريفها الخاضعة لسيطرة قوات النظام، يرتفع معدل الجرائم هناك بين قتل وخطف وسرقات، يتحمل مسؤولية بعضها عناصر الدفاع الوطني واللجان الشعبية التابعة للنظام، أو تغلق القضية ضد مجهول. صحيفة تشرين التابعة للنظام قالت في تقرير نشرته في نيسان عام 2018 إن مشاهد القتل أو الخطف أو سرقة الأموال أو السيارات باتت مألوفة في مدينة حماة. قلما يمضي يوم واحد لا تشهد فيه محافظة حماة حادثة قتل أو خطف أو سرقة، أي تشليح سيارات وأموال أو عملية تهريب، حيث كان العام 2013 الأكثر قتلا وخطفا. أما قطع الطرقات والتشليح فهي تنتشر بكثرة على طرقات ريف حماة الغربي، حيث يقوم عدة أشخاص مسلحين على شكل عصابات بقطع الطريق أمام السيارات القادمة من اللاذقية باتجاه حماة أو العكس. منذ أيام جهاز شرطة حماة نعى النقيب بقوات النظام مهند علي والسوف مدير ناحية سلحب، والذي قتل خلال اشتباكات مع مجموعة من المطالب والخارجين على القانون. من هم هؤلاء الخارجون عن القانون في حماة؟ بحسب مراسل قناة حلب اليوم،
في حما. يعاني سكان ريف حما الغربي من انتشار مجموعات يحمل أفرادها السلاح ولا يقاتلون إلى جانب قوات النظام، وإنما لتصفية الحسابات فيما بينهم، إذ تجري بين الفينة والأخرى حوادث إطلاق نار في المناطق الجبلية دون معرفة ما يجري. مراسلنا أضاف أنه حتى قوات النظام ليس لها أي سلطة على هذه المجموعات، كون أعدادها باتت تكبر يوما بعد يوم، وهي تعمل فقط في مجال الخطف ابتزاز الأهالي، إلا أن قوات النظام وبحسب مصادر من المنطقة تغض الطرف عنهم، كونها ليس لديها الوقت للقضاء عليهم، وإنما تركتهم كوسيلة لترهيب المدنيين في المنطقة وفق تعبيرها. إليك ألا. نعم، شكرا لك عمار، وأعود لأرحب بضيوفي حذيفة السعيد مراسل حلب اليوم من حماة، وأيضا حمد الطلاع المحلل السياسي من لندن، ومن بولندا الكاتب الصحفي حسام نجار. يعني لو بدأت معك يعني حذيفة، اليوم أعلام النظام يتحدث عن حملة أمنية أسفرت عن إصابة مدير الأمن الجنائي، ما هي تفاصيل هذه الحملة؟ لا، انطلقت فجر أمس، هي حملة إعلامية لقوات النظام أكثر ما تكون هي على الأرض. بدأت قوات النظام اشتبكت مع من وصفتهم الخارجين عن القانون. تمت هذه الاشتباكات، أسفرت عن مقتل عنصر وإصابة رئيس فرع الأمن الجنائي في حماة. ولكن هذه الحملة وبحسب عدة مصادر ليست مستمرة، وليس أصلا هدفها القضاء على هذه المجموعات، لأن هذه المجموعات تحتاج قوات أكبر للقضاء عليها، وأيضا هذه المجموعات هي فقط لعمليات الخطف والسرقة، ويعملون فقط على دخول مناطق تسيطر عليها قوات النظام في ريف حماة خاصة، ومن ثم تدخل هذه المجموعات لما يعرف بتعفيش أثاثات المنازل، ومن ثم بيعها بالسوق السوداء كما يسمونها في المنطقة لأصحاب ريف حماة الغربي. نعم، يعني حذيفة، هل كان لهذه الحملة نتائج على الأرض من وصفهم إعلام النظام بالخارجين عن القانون؟ هل شاهدتم نتائج أو اعتقالات لأحد هناك؟ بالنسبة للاعتقالات لم نسمع بأي اعتقالات لأفراد من هؤلاء من هذه المجموعات، وإنما فقط بحسب إعلام النظام أنه تم جرح عدد منهم واستسلام عدد آخر، ولكن الأهالي في المنطقة غالبا باتوا لا يصدقون إعلام النظام، كونه فقط يوهمهم، خاصة وأن الأزمات الخدمية كثيرة في مناطق ريف حماة الغربي، خاصة أزمات الغاز وأزمات الوقود. حتى الآن مئات العائلات لم تتسلم المخصصات من المازوت للتدفئة. نعم أستاذ حمد، يعني اليوم أعلام النظام يتحدث عن خارجين عن القانون، لكن ما هو هذا القانون الذي يتحدث عنه النظام؟ يعني هو يعني من يتحدث عن وجود نظام ووجود دولة في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد هو يعني حالة ضرب من الخيال يعني، أو من تزييف الواقع. بالأساس يعني المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد لا يوجد فيها دولة ولا يوجد فيها نظام، يعني هناك ميليشيات متعددة الولاءات ومتعددة الارتباطات جمعها هدف واحد وهو مقاتلة الشعب السوري، هي من تسيطر على هذه المناطق. وبالتالي يعني احنا نعلم انه في حالة وجود دولة طبيعية وفي حالة وجود قانون، عندما تتعرض البلاد لانهيار اقتصادي وتدهور في عملتها، هذا يفسح ويعطى المبررات للكثير من يعني الأطراف الحقيقة التي لا تتمتع بانتماء وطني إلى استغلال هذه الحالة في عمليات السرقة والسلب والنهب، هذا إذا تجاوزنا عملية الولاءات وعملية تصفية الحسابات. اليوم المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، عدا أنها يعني
تشهد حالة من وجود الميليشيات المتعددة الولاءات والتي تمتلك سلاحا مخزنا منذ أيام فترة هجومها على الشعب السوري نصرة لنظام بشار الأسد. إضافة إلى ذلك اليوم هناك انهيار كبير في العملة السورية، وبالتالي حالة اقتصادية متردية جدا تمنح هؤلاء المبرر، هم بالأساس ليس لديهم مبررات أخلاقية يعني، ولكن تمنحهم مزيد من المبرر لعمليات الخطف وعمليات القتل وعمليات السلب والنهب في هذه المناطق، يعني دون النظر إلى أي حالة وطنية أخرى. نعم أستاذ حسام، يعني ما سبب انتشار الجريمة اليوم في مناطق سيطرة النظام على الرغم من حديثه المتواصل عن الأمن والأمان؟ الآن صوتي واضح أختي الكريمة؟ نعم نسمعك، تفضل. تحياتي لك ولقناتكم العزيزة ولضيوفك الأكارم. أختي الكريمة، طبعا ممكن أن نقسم ما يحدث الآن في مناطق النظام إلى عدة أقسام، وهذه الأقسام هو النظام هو الذي شجع على هذه العمليات، وكذلك الدول التي أتت إلى سوريا والتي عاثت على الأرض فسادا. على سبيل المثال سيدتك الكريمة، طبعا الآن الحالة الاقتصادية لها الدور الكبير فيما وصلت إليه حالات الخطف وحالات القتل وحالات التعفيش وحالات السرقة، وكذلك ما نشهده من عمليات داخل مناطق النظام. فالوضع الاقتصادي عندما كان النظام يقوم تقوم إحدى الدول كالإمارات مثلا أو إيران أو حتى بعض الدول بالخفاء تقوم بتمويله بالموارد المالية، لا يستطيع في أثناء هذا مد عناصره بالكميات الكبيرة من الأموال، وكذلك ساهم بالتعفيش في هذا الموضوع. الآن عندما وصل الحد الاقتصادي إلى الانهيار تقريبا، أصبح هؤلاء لا يحصلون على ما يريدون من الأموال ووضع الاقتصادي سيء. هذه ناحية، ناحية مهمة جدا، أن هناك أصبح في صراع ما بين صراع وحتى اقتتال ما بين الأجهزة الأمنية وما بين بعض القطع الأمنية التي تتبع لبعض المسؤولين وكذلك بعض القطع العسكرية. على سبيل المثال هناك صراع دائم ما بين الأمن السياسي وما بين الأمن العسكري، وكل هؤلاء يمتلكون مجموعات، هذه المجموعات كانت تأخذ أتوات منهم على ما يقوم به من تعفيش. الناحية الرابعة أو الثالثة عفوا، الرغبة الروسية الملحة التي تريد أن يكون الحل في سوريا متسارع، وهذا يؤدي إلى أن تقوم الدولة السورية بحسب اعتقاد الروس بأن تقوم بتحجيم هؤلاء وبقطع الأيدي التي تعمل على هذا المنوال، وبالتالي نجد أن هؤلاء خرجوا عن الطوع وخرجوا عن الإطار وخرجوا عن القاعدة. نعم. التي وضعوها لهم، وبالتالي أصبحوا الآن يريدون أن يحصلوا على أموالهم بأيديهم. ناحية مهمة جدا جدا، أن هذا لا يحدث فقط في حماة وفي ضواحي حماة، وإنما وجدنا هذا كذلك في حلب، وجدنا هذا في درعا، وجدنا هذا حتى في قرى اللاذقية، وبالتالي امتدت أيدي العبث التي وضعها النظام وأيدي الفساد التي شجعها النظام وشجعها الروس وشجعها الإيرانيون إلى جميع مفاصل النظام وجميع أجهزة النظام. وبالتالي هنا الانهيار الكبير الذي يجب أن نعول عليه، أن يتم الاقتتال فيما بينهم ويتم قطع أيديهم فيما بينهم حتى نصل إلى مبتغانا، بالإضافة إلى العمل السياسي الكبير. أستاذ حسام، يعني كيف يمكن اليوم فهم هذه الطريقة الأمنية التي يدير بها النظام للمناطق التي يسيطر عليها مع انتشار أيضا الأفرع والجهات الأمنية؟ أختي الكريمة، النظام نعلم أن النظام شمولي كامل، وهذا النظام يعتمد في بقائه على الأجهزة الأمنية، وجميعنا يعلم هذا. الآن عندما أقوم أنا كجهاز أمني أو كدولة بتوظيف عناصر خارج النطاق الأمني، أي بمعنى أنها هذه من المسجونين سابقا أو من الأراذل الذين كانوا يتواجدون، عندما أقوم بتوظيفهم وبالتالي سماح لهم بأن يقوموا بكافة الأفعال، الهدف منها حماية ما أوجد عليه أنا، إذا في مرحلة معينة عندما لا يجدون هؤلاء الأموال التي كانوا يقولون عليها، فإنني سوف أتفلت من هذا العقال وسوف أتفلت من هذه السيطرة، وبالتالي لن تستطيع القوات الأمنية النظامية التابعة للعصابة أن تسيطر على هؤلاء إلا بمساعدة الروس، بمعنى أن تقوم الدوريات الروسية بحصار هؤلاء وباحتجازهم في كافة الأماكن التي يتواجدون بها،
وجد بهم داخل السجون وقطع أيديهم، بمعنى قطع أيديهم نعم قطع أرزاقهم من هذه الحالات. نعم أستاذ، إذا لم يقم النظام بهذه الحالة فإنه سوف يقومون ضده وسوف تزداد الهجمات ضده وسوف تعاني ويعاني ويعاني ولن نعم. تقوم قائمة. أستاذ حسام نجار على قابتها. أستاذ حسام نجار الكاتب الصحفي من بولندا، شكرا لوجودك معنا، وأيضا أشكر ضيوفي في هذه الحلقة إلى اليوم، حمد الطلاع المحلل السياسي من لندن، حذيفة السعيد مراسل حلب اليوم من حماة، وأيضا بدر كجك مراسل حلب اليوم في الشمال السوري، ولا ننسى أيضا ضيفنا صهيب الجابر المتحدث باسم الفرقة 20 من الحدود السورية التركية. الشكر موصول لكم متابعينا على طيب المتابعة لحلقة اليوم من ثنايا الخبر. تحدثنا في المحور الأول عن الانفجار الذي استهدف دورية مشتركة بين الجيش الوطني السوري والجيش التركي، وفي المحور الثاني ناقشنا تدهور الأوضاع الأمنية في حماة وهجوم شبيحة على مديرية ناحية سلحب وقتل مديرها. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.